أنا زينة فريحة، أم لثلاث أولاد. أنا بشتغل بطبيعة شغلي كتير بشوف عالم، بظهر، بكون بالمكتب لأنه أنا ترينر كمان، بعمل ترينينج وبشتغل بالتسويق. أكيد الشكل والترتيب شي كتير مهم بالنسبة لإلي، طلع عبالي أعمل وجهي ورقبتي. الأنوثة، الترتيب والجمال هن مفتاحك للعالم وقوتك لتحصلي على اللي بدك إياه. إذا عرفت تستعملي نقاط قوتك، مين بعد بيوقفك؟ من شي سنة ونص تقريباً كان شعري طويل، كان لهون ويهر، بقمت رحت قصيته، قلت أنا يمكن صار وقت أنه لازم قصه، قصيته. I regret it. زينة عندها مشكلتين، عندها مشكلة بالنمو تبع الشعر وبتساقط الشعر، ما عم ينمى شعرها بالريت المطلوب، وفي عندها مشكلة تساقط كبيرة، بالإضافة لمشكلة بالبشرة، البشرة تبعها نقصها جلو ونقصها غذاء. بنطلع بزينة بنشوف شخص حلو، بس اذا بنجي بنطلع على الديتايات الصغار تبع التكستشر تبع سكن ونوعيه البشره، بنلاقي انه في امور لازم لها ريجوفينيشن وتحسن من نوعيه البشره. الجينيتيك هو كتير مهم، اثر على نمو الشعر. اي انسان عنده بصله ضعيفه ممكن يكون لها باك جراوند وراثي. امور تانية ممكن تاثر على الشعر هي المالنوتريشن، اذا واحد ما عم بياخذ النوتريشن الكافي بحياته ولا يكون مغذى شعره بشكل كافي، ممكن يؤدي لتساقط شعر ولضعف بالنمو تبع الشعر. ضروري أكيد يكون مرتبة، يكون مظهري حلو وشكلي حلو، لأنه كمان بعمل تريننج للعالم، يعني تيكون عندهم ثقة باللي أنا عم بقولن إياه. كل مرحلة من العمر إلى رونقة، يمكن تأم صبية أو تيتا، بس بإيدنا نعطيك حل لمشكلتك لما تعتبي علينا. أي شخص ممكن يكون عم يتبع دايت معين بحياته، ممكن يصير عنده فيتامين ديفيشنسي بتأثر كمان على نمو الشعر وتساقط الشعر. كذا حل موجود لنحل مشكلة زينة، إن كان من ناحية شعرها أو من ناحية البشرة تبعها. قررت زينة تاخد التريتمنت يلي هو أكتر شيء أورجانيك، ما بنستعمل فيه أي مادة غريبة عن جسم الإنسان، بيزد على البلازما أو الدم تبع الشخص يلي عم نعمله تريتمنت، معروف بـ PRP أو Platelet Rich Plasma. هي أنه نقدر نحن نستخرج كمية دم معينة ونركز هالعوامل يلي هي أصلاً وظيفتها بجسم الإنسان بتعمل ريبير للتيشوز، منزيد لها الكونسنتريشن ومنركزها بمحل واحد إن كان بالشعر أو بالوجه. بيّنت دراسات اللي انعملت على آلاف الأشخاص إنه كل هالفاكتورز يلي عم بيطلعوا بالبلازما لاير من الدم، بس عم نركزها بمحل معين بترجع بتجدد خلايا هالأنسجة يلي منحطها فيها إن كان بالشعر أو بالوجه، بتنمي الشعر، بتمنع تساقط الشعر وبتعبي فراغات، يعني حتى الشعر الموجودة بتسمك الكاليبر تبعها، بتصير بتغطي فراغ معين، بتقوي الغذاء تبع البصلة وبتمنع التساقط على فترة طويلة. النتيجة اللي عم نحصل عليها بعد ما نغذي الشعر أو الوجه بالPRP عم تدوم لفترة سنين. عند زينة إن كان الـ AQ Solution أو الـ MyCell PRP رح ينعملوا بسيشن وحدة بقلب الكلينيك، بينسحب الدم، بينحط بماشين خصوصي سنترفيوجيتور بتفصل الخلايا الحمراء بالدم عن البلازما لاير والبروتين لايرز، بنستخرج الفاكتورز اللي بدنا اياهم وبنعمل لهم انجكشن ان كان بالبصلة الشعر او بالوجه او بالرقبه بطريقه الميزوثيرابي. بعد اسبوعين من التريتمنت راح تبلش النتيجه تبين. اول شغله ممكن تلاحظها انه خف تساقط الشعر، ثاني شغله هي بلشت تعبي الفراغات ابتداء من الاسبوع الثالث او الرابع، وبالنسبة للبشرة رح تبين الجلو بالبشرة وتغيير نوعية السكن. بهالعلاج أكيد رح نوصل لنتيجة كتير حلوة عند زينة، ورح تكون مبسوطة وممنونة من الموضوع.
شغله لازم اقول لك اياها كثير مهمه تعرفيها، هالنوع التريتمنت اللي عم نعمله ان كان البي ار بي او الاي كيو الجروث فاكتور بالاي كيو بتلتقطه ريسبتور يلي بالشعره يلي بالراس بس، ما ممكن يدخل على اي شعره كانت بالوجه او باي محل تاني من الجسم. سو التريتمنت تارجتد على الريسبتورز تبع الشعر بالراس. مرتاحة للنتيجة، تحسن وجهي، صار في جلو، وخفهر شعري، وأكيد كل امرأة بحاجة لتحل مشاكلها، مش لازم تتردد. إذا تعرضت لسرقة جزدانك، شو فيك تعملي؟ أنا ومرسلينو منقلك الحل. بيك أب لاينز قديش كليشي؟ شو بيقول علم النفس عن هالموضوع؟